صباح الخير. بهاي الفقرة رح نحكي لكم كيف تحضروا شنطة الولادة للمستشفى للأمهات الحوامل اللي هلأ عم بيحضروا شنطة الولادة. هلأ عنا 3 شنطات احنا حاطين هون بس لنعلمكم كيف بيكون تنظيم الأغراض لغرفة الولادة. هلأ منفضل انه تتحضر هاي الأغراض قبل بوقت من الولادة، يعني ما تستني ليبدأ الطلق عشان تحضري شنطة الولادة. يفضل تتحضر من قبل عشان انت تكوني مرتاحة وتحسي انه كل اشي جاهز. اول ما يصير الطلق بيكون كل اشي جاهز وبتحملي شناتي وبتطلعي. هلأ عنا اول شنطة اللي هي شنطة الأم، بتكون بهذا الشكل من هاي الشناتي الكبيرة، لأنه رح نحط فيها أغراض الأم اللي بتحتاجهم بالولادة وبعد الولادة. رح نقسمها لجزئين هلأ منعلمكم كيف. تاني شنطة بتحتاجيها هي شنطة الطفل، اللي هي بتكون الشنطة اللي بتنحمل على الكتف، منحط فيها الأغراض اللي منحتاجها للطفل بعد الولادة. كمان هلأ منقولك إيش الأغراض لازم يكونوا فيها وكيف ممكن تاخدي الأغراض اللي بتهمك وتتركي الأغراض اللي ما رح تحتاجيها. وعنا الشنطة الثالثة هي شنطة الأب أو شنطة المرافق اللي رح يكون معك بغرفة الولادة. مهم كتير يكونوا أغراضه بشنطة لحال عشان ما يعيقوا حركتك لما بدك تطولي شغلة من شنطتك تقدري تطوليها بسهولة. فأغراض الأب أو المرافق رح يكونوا بشنطة ثالثة. فعنا 3 شناتي. هلأ إذا متضايقة شوي من الحمل أو كيف بدنا نحمل 3 شناتي على المستشفى، شنطة البيبي بتضلها بالسيارة بعد الولادة، بتطلع شنطة البيبي على غرفة الولادة. أما شنطتك وشنطة المرافق كمان بتخديها معاكي على غرفة الولادة. رح نبدأ بشنطة الأم اللي هي رح تكون شنطة من هذا النوع، كبيرة وبتنجر على الأرض، ورح نقسمها لاسمين. الاسم الأول اللي هو أغراض الأم خلال فترة الولادة، والاسم الثاني أغراض الأم بعد الولادة. هلأ يفضل يكونوا مقسمين اسمين أحسن للتنظيم، وأحسن لما الأم بدها شغلة خلال فترة الولادة تلاقيها بالجزء تبع فترة الولادة، وبعد الولادة بتكون عندها أغراض مع بعض. هلأ أول إشي من أهم الإشياء اللي بتكون خلال فترة الولادة هي إنه يكون إذا بتحتاج كرت تأمين أو أوراق للتأمين للمستشفى، أوراق للطبيب، إنه يكونوا بهاي الشنطة. أحسن يكونوا محضرين من قبل بوقت ومحطوطين بهاي الشنطة. تاني إشي بتحتاجه هي ملابس فضفاضة بتحتاجها لخلال فترة الولادة، يعني بيجاما أو ترينينج سوت من الملابس الفضفاضة اللي بتحتاجها خلال فترة الولادة. إذا كنتي من الناس اللي بيحطوا نظارات، حطي واحدة سبير بهاي الشنطة بتحتاجيها بفترة الولادة. وكمان كتير مهم يكون معاكي إذا كنتي ماخدة حصص تعليم الحمل والولادة، إنه يكون معاكي في إحنا بهاي الحصص بنعطي زي خارطة بتعطيكي اللي هي خارطة الولادة، كل فترة من الولادة إيش في exercises أو إيش في تقنيات تقدري تعمليها لتخفف أوجاع الطلق وتفيد بولادة أسهل وأسرع. كمان من الأشياء الكتير مهمة تكون بشنطتك خلال فترة الولادة هي الليب موسترايزر أو مرطب الشفاه، لأنه مثلا مرطب الشفاه زي هذا، لأنه مرطب الشفاه بنحتاجه كتير. الغرف بالولادة بتكون ناشفة كتير، ولما تعملي البريدينج أو التنفس الخصوصي للولادة كتير بيروح مي من جسمك وبتنشف منطقة التم، فبنحتاج مرطب شفاه. دائما خلي واحد بشنطة الولادة، كتير مهم. كمان لأنه الغرفة دائما ناشفة، غرف الولادة وغرف المستشفيات، فبتحتاجي كمان كريم للإيدين أو كريم للجسم لحتى تخلي جسمك شوي مرطب، وهذا بساعدك بالراحة النفسية أكتر خلال فترة الولادة. كمان من الأشياء اللي مهم تخديها خلال فترة الولادة هي كلسات أو جوارب، لأنه كتير من الستات خلال فترة الولادة بيصير عندهم برودة معينة بالأطراف، يعني الإيدين أو الإجرين، أو مرات غرفة الولادة بتكون مبردة زيادة فبتحتاجي إنه تدفي الإيدين أو الإجرين. كمان حطينا لكم كل الأشياء مكتوبة هون على اللوح، فهيك بتتذكري إيش الأشياء اللي راح تكون معاكي. من الأشياء اللي كتير مهمة تكون معاكي بغرفة الولادة هي الطابة،
أو الطابة الكبيرة اللي خصوصي للولادة اسمها بيرث بول أو يوغا بول. هاي الطابة بتساعدك على الحركة، وطبعاً الحركة كتير مهمة خلال فترة الولادة، بتساعد بولادة أسهل وأيسر، وبتساعد إنه يصير في عنا توسع بشكل أحسن. فإذا الطابة بتكون معاكي بغرفة الولادة أو بتشتريها من قبل وبتجيبيها معك على غرفة الولادة، بس أي قاعدة بهاي الطريقة عليها بهاي الطريقة. وطبعاً لازم يكون في حدا وراكي يسندك، لأنه الوزن الزائد ممكن يخليكي توقعي. فالحركة يمين وشمال بتساعد بتحريك عظام الحوض، وبتساعد بالدايليشن اللي هو التوسع، وبساعد بعملية ولادة أسهل وأيسر. من الأشياء اللي مفروض تكون كمان بشنطة الولادة الخصوصي بالأم هي الأشياء اللي بعد الولادة بتحتاجها بعد الولادة. فرح تحتاجي ملابس للنوم، ملابس داخلية وخاصة بالرضاعة الطبيعية، ومنحتاج ملابس للخروج من المستشفى، يعني ملابس كمان مريحة مع شوز أو كندرة للخروج من المستشفى. بتحتاجي طبعا أغراض حمام إذا بدك تتحممي، صابون، فرشاية شعر، كل هاي الأشياء اللي بتحتاجيها لبعد بيوم أو يومين من بعد الولادة. الشنطة الثانية اللي رح نحكي عنها هي شنطة الطفل. فبتكون شنطة من هذا النوع بتنحمل على الكتف، بده يكون فيها ملابس للطفل، ملابس داخلية وملابس للخروج من المستشفى وملابس لقعدته بالمستشفى، وطبعا حفاضات. كمان يفضل تاخدي معك مبرد صغير أو مقص أظافر خصوصي للصغار، لأنه دائما الأطفال بولدوا عندهم أظافر طويلة، فبتحتاجي أنه تبردي الأظافر أو تقصي له إياهم. ويفضل كمان يكون معاكي احرام او ريسيفينج بلانكت بنسميه، اللي هو الاحرام اللي بنستعمله للكوفاليه، لانه هلا الاطفال الرضع اول ما يطلعوا يفضل انه يكونوا مكوفلين ليناموا احسن ويضلوا مرتاحين اكثر. فاحرام صغير من هذا النوع اللي هو كثير رقيق بيكون يفضل يكون معاكي بشنطه الطفل، طبعا اكثر من واحد من نوع عشان اذا واحد توسخ يكون معاكي واحد ثاني. وكمان الطفل لأنه بيكونوا أطرافه الخارجية زي الإيدين والإجرين لسه مش معودين على الطقس، أو ممكن يكون الدم مش وصلهم بطريقة منيحة، فيفضل يكون معاكي كلسات وكفوف للأطفال الرضع أول ما يخلقوا لحتى يضلوا إيديهم دافين. وطقية للرأس، يعني طقية القطن اللي بتغطي الرأس كمان بتخليه دافي، لأنه الدم لسه ما بيكون واصل للأطراف الخارجية. زي ما شنطة الأم والطفل مهمين خلال فترة الولادة، كمان شنطة المرافق كتير مهمة، والمرافق أصلاً كتير مهم وجوده بغرفة الولادة وبالولادة مع مرته. فالشنطة اللي بده يأخذها لازم يكون فيها مثلاً خريطة للمستشفى، لمرافق المستشفى يعرف أي غرفة يروحوا أول عليها، وبعدين كيف لازم ينتقلوا من غرفة لغرفة بالمستشفى، فيكون على علم بهاي الأمور. ممكن يروح من قبل على المستشفى يعمل تور يعرف مرافق المستشفى كيف. كمان كتير مهم ويكون معه كاميرا عشان يصور البيبي ويصور الولادة بشكل عام. الأم ما بتكون أبداً فاضية تصور بهاي المرحلة، وأصلاً بتكون ما عم بتفكر بهاي الأشياء، فهو لازم يأخذ مسؤولية هاي الأشياء. كمان إذا بده ينام بالمستشفى يفضل يكون محضر أواعي للنوم وملابس داخلية، وطبعاً أغراض الحمام اللي بيحتاجها معه. من الأشياء الكتير مهمة أنا لقيتها بالولادات، لما المرافق يكون بده يكون مع مرته بالمستشفى يفضل يكون معه غسول للفم أو علكة لتعطيه نفس منعش، لأنه الحوامل أو الستات اللي عم بولدوا بيكونوا كتير حساسين للروائح اللي بتكون حواليهم. فهاي من الأشياء اللي كتير مهمة تكون معاك بغرفة الولادة. وهيك بنكون حضرنا شنطة الولادة أو الأغراض اللي بتحتاجوها بالولادة، وبيكون معكم أهم الأشياء اللي بتحتاجوها، أما الأشياء الثانية بتكون بالبيت عم تستنى الطفل إنه يرجع. فنتمنى لكم ولادة سهلة وتحضيرات منظمة للولادة.